السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا لا فيديو قبل أن نبدأ إن شاء الله. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. متتبعين الأوفياء الأعزاز والغالين، اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الخبيزات اللي كيجيو لذاد وبنان وصحيين في نفس الوقت، غادي ينفعوكم إن شاء الله في هذا العيد الأضحى إن شاء الله يا ربي. من السمين إن شاء الله، عرفتي راه فيهم كاع إن شاء الله ذوك الحويجات اللي هما صحيين. خليكم معايا، فيهم الشوفان، فيهم الزعتر، فيهم الزنجلان، فيهم الثومه ان شاء الله، وفيهم الكمون. الا كنت اول مره لكم زياره القناه عافاكم الله، يسهل امركم. شاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب، واللايكات والشراكات ديالكم الله يسهل امركم، يعني فضلا منكم وليس امر. وشكرا لكم كاملين، هانتوما كان يعني كيجيو زوينين ولداد بزاف بزاف، ان شاء الله غادي يعجبوكم. ويعني كيجيو بنان، ما نقول لكمش البنات، حتى ان شاء الله تجربوا مع هذا غادي ان شاء الله تعرفوني علاش كنهضر. غاديش نطول لكم، شو نوجدوا مع بعضياتنا. بسم الله على بركه الله في قصريه، فاش غادي نعجنهم ولا ديروا في العجانه اللي بغيتو. انا تبغي ندير سهله يا ربي اللي ممكن توفر على الناس كاملين. هنا عندي الدقيق الابيض واحد الكميه، وكميه من الدقيق ديال القمح الكامل. هنا عندي تقريبا واحد الكاس وربع ديال الشوفان اللي طحنته اخواتي، طحنته غير في الطحانه ديال العطريه ولا الهشوار ولا اللي بغيتو، المهم تصبح لنا هكا. ها انتم، ها هو الشوفان. دائما تكون عندنا بحال هاد الحويجات في الدار فه كيجي حتى هو بنين بزاف بزاف. وغادي نخويه هكا على داك الدقيق. بالنسبه للدقيق انا درت، بالنسبه للدقيق الابيض درت 300 غرام و 200 غرام ديال الدقيق الكامل القمح. هنا عندي جوج معالق ديال الزنجلان وشويه ديال الملح، واحد شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الكمون اخواتي. هاد الخبيزات كيف قلت لكم هما صحيين وينفعونا العيد ان شاء الله الاضحى. هنا كندير ديك الحفيره في الوسط كما القاعده. صافي، غندير واحد المعلقه ديال الخميره على حسب الجو بالنسبه للخميره، والماء دافي. صافي، العجينه عاديه اخواتي. دائما كنخوي علينا شويه الماء باش نخليها تنفعل، راه كيما شفتوا ما درت لا سكر لا والو. وغندير واحد 4 معلقه ديال الثومه بودره اخواتي. هنا هذه اضافه من عندي، ولكن راه جات لذيذه. هاد يعني حكيت واحد نص حامضه، جات لذيذ اخواتي. ما نقول لكمش يعني ما تعرفوش شنو كيطيب في الفران، واش حرشه واش قرص واش هما، ما شاء الله جاو زوينين بزاف. حتى بناتي ما تيتسائلوا تيقول لك كل مره كيشموا ريحه. فدائما تفنوا على الخبز ديالنا ديال الدار، ما دامنا كنوجدوا في الخبز في المنزل، نديروا شي حاجه هكا لذيذه. كنخلطوا هكا بطريقه عاديه. صافي، كي تشوفوا معايا كيجي زوين بزاف هذاك الشوفان، راه صحي اخواتي. عندكم الشعير حتى هو زيدوا منه شويه، عندكم دقيق الذره ديروا منه شويه. بالنسبه للزراره انا ما درتهمش، درت غير النافع، لانه الاخر النافع وحبه الحلاوه بناتي ما كيبغيوش ليا، داكشي علاش ما درتوش. ما هما راه صحيين وزوينين. هنا من بعد ما جمعتها خليتها واحد تقريبا واحد الوقت، واحد 5 ديال الدقائق، عاد نرجع هنا ندلكها. كي لاحظتوا معايا زدت واحد شويه ديال الملحه لانه دايره شويه قليله، وغادي ندوز ندلكها اخواتي. الخبز اخواتي راه تيبغي شويه دليك باش كيجينا خفيف. ها انتم اخواتي، انا راه كنعجن في العجانه غير ملي كنبغي نصور معاكم، فكندير يدي لانه ماشي الكل كيتوفر عليها، هذاك الشيء علاش اخواتي. صافي، كندلك بهاد هكا دليكنات نتفي ديري خدمي العجينه مزيان باش تجيك الخبيزه زوينين. عرفتي الريحه اللي طالعه ما نقول لكمش، ما شاء الله، ديال الثومه، ديال داك الزعتر، ديال الحامض، ما شاء الله. يعني جاوا منس من هاد الخبيزات هادو، ما تشبعوش منهم، يعني تاكلهم هكا ملي كيكون سخون ما شاء الله، ما محتاجين ديرهم حتى مع شي حاجه. صافي، هنا اخر هذا غادي ندير واحد الرشيشه خفيفه هكاك ديال الماء باش غادي نجمع العجينه، ودرت شويه ديال الملحه في الاخر باش كنجمعوا العجينه. صافي اخواتي، هنا طلقتها ما شاء الله، وغادي ندهنها بشي شويه ديال الزيت من الفوق هكا باش ما لصقش ليا عليها المنديل ولا داك الكيس بلاستيكي، باش غادي نغطيها ونغطيها ونخليها حتى تختمر لينا وضعفنا الحجم ان شاء الله، ونرجع باش نقرصوا مع بعضياتنا هاد الخبيزات. انا قلت نشارككم معكم اخواتي، نحاولوا نديروا هكا شي حاجه اللي هي صحيه. صافي، من بعد ما تضاعف الحجم، هنا عندي هاد يعني هاد النخاله الرقيقه
او تشيشه، كل واحد باش كيسميها، او البلبوله ديال القمح ماشي البلبوله ديال الشعير ديال الدقراس، كيجي الخبز بها زوين. صافي هنا غادي نقرص على سطح العمل. كي تلاحظوا معايا ما شاء الله اللون ديالها راه بني تبارك الله، يعني كتجي زوينه. الدقراس ديال الخبز كنقرصوا بها الخبز، صافي كنجمع العجينه وكنديرها هكا كامله، كنحاول ما ندخلش فيها هذيك الدقيق او هذيك التشيشه ولا البلبوله ولا كل واحد باش كيسميها. غادي نقطعهم قطع على خبيزات، انا جاوني 7 ديال الخبيزات، يعني حجم مزيان متوسط. صافي اخواتي كنديرهم بحال ما هكايا، كنكورهم كاملين وكنحطهم ما شاء الله، يعني راهم كبيرين تبارك الله ماشي صغيورين. بالنسبه للاحجام اخواتي راه نتوما اللي كتحكموا فيه، غير هما الخبيزات ديال العيد هكايا تيبغيو يكونوا صغيورين، يعني باش كيجيو هكا زوينين وكيجيو حتى للنظره كيجيونا زوينين صراحه. انا بالنسبه لي بالنسبه لي خبيزات صغار هكا يعطيو حسن، ندير معني في الطاوات كتهنى تام. هذاك دير هنا في المنديل، دير هنا هنا كي تلاحظوا معايا راه عندي الشوفان اللي غادي نقرص به من الفوق، ودابا ما طحنتوش خليته هكاك باش كيجينا عاطينا المنظر. خلطته مع ديك الحمراء ولا البلبوله ولا كل واحد باش كيسميها. بالنسبه للدقراس ما كنبسطوش بزاف لانه حيت فيهم داك القمح، الا بسطنا بزاف غيجينا رقاق بزاف اخواتي. صافي كنجيب هنا ديك الصينيه او الطاوه اللي كنفرش لها ورق بابي كويسون باش ما يلصقوش لينا. صافي وكنقرصهم كاملين، انا عندي 7 يعني 6 غتهز من ديك الطاوه وحده، غنديرها فواحد الصينيه بوحدها. ها انتم اخواتي خليكم معايا باش تشوفوا. صافي غادي نخليهم ان شاء الله يخمروا. ها انتم راه كيجيو زوينين اخواتي. كنتمنى ما نكونش ثقيله عليكم، تفاعلوا مع اختكم خديجه. فبالنسبه للعيد ان شاء الله غادي نحط لكم فيديوهات زوينين غادي ينفعوكم في العيد ديال الاضحى ان شاء الله. حطيت لكم العصير اللي هو منعش، نحطيت اخر يا ربي. المهم غادي نحط لكم حويجات اللي كيهموكم وغادي يساعدوكم ان شاء الله في هذا العيد، وغادي تحتاجوهم ان شاء الله. غير تفاعلوا معايا ان شاء الله وكتبوا لي في التعاليق اي حاجه، اي ملاحظه بغيتوها راه نحطها لكم ان شاء الله. وتاكدوا دائما نحط لكم داكشي يعني بسيط وزوين وفي المتناول ديال الجميع. كنتمنى ان شاء الله باش تفاعلوا معايا، كل واحد راه عنده المتتبعين ديالو. هنا بعد ما كنرصهم كاملين وحده اخرى غادي نديرها في السينيه هذه بوحدها، وغادي نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا ونرجع ان شاء الله باش نطيبهم. راهم في ساعه كيخمروا، مع دابا الجو اصلا سخون فما كيديوشنا الوقت بزاف. صافي وكيطيبوا. كنتمنى ان شاء الله تفاعلوا معايا. حتى هذيك السوينيه كندير لها البابي كويسو. غتقولوا ممكن ما ديروش بابي كويسو، راه غادي نلصقوا لكم على الطاوه اخواتي. ها انتوما غادي نغطيهم ونبرمهم في واحد القنيته نخليهم حتى يخمروا لينا ونرجع معكم تشوفوا كيفاش كيجيو. هنا ها انتوما ها هما خمروا لينا، خاصي ماشي خمروا بزاف اخواتي، الخمروا بزاف راه غادي يعني يجيو صامطين. هنا غادي نجيب هاد العود هذا وغادي ندير غير تقبه وحده في الوسط، ممكن تشرطوه بهذاك المسرقيق ولا هذاك يعني زيزوار باش كنشرطوا داك الكومير ولا هذا. شعلت الفران ما قبل حتى سخن اخواتي وطلعته من الفوق، شعلت عليه من الاسفل، كنخليهم حتى تيتنفخوا وكنهبطهم من تحت كيحمروا وكنخرجهم. غادي تشوفوا معايا فكيجيو بنين، الريحه طالعه يا سلام ما نقول لكمش ما شاء الله. يعني بحال هاد الخبيزات اخواتي فنصحكم بهم دائما، بقاو ديرهم لانه اقتصاديين في نفس الوقت. ها انتم اخواتي كل وحده حسب الفران ديالها، نطيطو الفران ديال الغاز كي شفتو معايا كيجي كيحمر ليا مزيان وكيطيب ليا وكيطيب ليا يعني بزاف، يعني في عوض باش نبقى بشويه بشويه نطيب كيطيب ليا واحد واحد يعني واحد كيهز ليا يعني بزاف وصافي. ها انتم اخواتي كيجيو زوينين ما نقول لكمش، يعني تاكلوهم هكاك هما سخان يعني غزالين تيجيو. غادي نقطعهم معكم وتشوفوا كيفاش كيجيو فشوشين وكيجيو رطبين ولداد اخواتي. نتمنى ما نكونش ثقيله عليكم وسمحوا لي انه سرعت الفيديو، راه غايجيكم طويل شويه ولا شي حاجه، فراني سرعته لحد الاقصى. ها انتم اخواتي شوفوا حتى داك اللوين ديال الدقيق الكامل كيعطينا واحد اللون زوين وصحي، كينصحونا به الاطباء كيقول لك ضروري من
يعني من الدقيق الكامل، فهو اللي نديرو. خصنا نمشيو للحويجات اللي هما ينفعونا في الصحة ديالنا ونعوضوا على وليداتنا، وخاصة في هذا العيد الأضحى. يعني تيكون اللحم خص الخبز ضروري، الخبز الكامل يتكل مع اللحم. هنا كندير فيه شوية الفرماج ولا شوية الجبن. هاد الجبن راني محضراه يعني منزلي، جبن منزلي هذا إن شاء الله غادي نبارطاجيه معاكم. راني حيت حضرته ما بارطاجيتوش معاكم، وحتى هنا اخواتي، وكيكون لا فيديو ديالنا سهله ان شاء الله. يلقاكم انتم في صحه جيده، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم.